ميناء الخور للانطلاق إلى غابات القندل. إن شاء الله الصعود الآن إلى الفلوكة. والله يوقع عليك. هي رحلة بحرية باتجاه غابة القندل. ايش رايك يا حيا في الرحلة؟ جميلة مرة مرة الحمد لله. انت اجمل يا عم. ابو طارق تعبيرك عن الرحلة؟ لايك لايكين حبيبي. والله يا ما شاء الله تبارك الله مع مجموعة من الشباب المتميزين اصحاب الرحلات الجميلة والتنسيقات الحالية. وصلنا إلى غابات القندل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله هنا بدأت غابات القندل الجميلة. جذورها تنبع من جواربها تبحث عن الماء. شوف تنزل هذه الجذور. غابات معلبة. هذيك الحدائق السبع صح؟ لا هذه في العراق. اللي في العراق ايوه. لا هنا الحدائق المقندلة. محاولات ايش شباب؟ منزل. راح انتفض تباركوه.
كلامه بعد اليوم. لا كلامه بعد اليوم. لا لا لا. مناظر جميلة. هذه تسمى جزيرة التمساح. سبحان الله.